السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني متابعين قناة كشف الكنوز، أحييكم في هذه الحلقة وأتحدث عن موضوع الرصد وماذا تعني كلمة الرصد. كثير من الإخوة المتابعين والمعلقين يتخذوا أو يحسبوا أن هذه الكلمة هي مشؤومة أو سلبية، وبفهموا منها أنه هي بيستعملوها المشعوذين والسحرة، وكثيرا من علق على الفيديوهات السابقة أنه هي شعوذة والسحر، وأنا لم أتحدث بشيء إلا يعني كله عشان ما حدا يروح لا على السحرة ولا على الكهنة ولا المشعوذين ولا المنجمين أبدا. فأنا تكلمت علشان يعني هذه الأمور تكون مفهومة لدى الجميع ودواؤها من القرآن، وقدمنا الأشياء المفيدة إن شاء الله. أخي الكريم، أخواني جميعا، بالنسبة لماذا تعني كلمة الرصد؟ ما هو الرصد؟ كثير من الأخوة يعني بيفهم هالكلمة أنها هي سلبية. طيب، الرصد أخي، كلمة الرصد هي تجمع كل مانع، كل شيء يمنع عن اكتشاف هذا الكنز. الرصد ينقسم إلى نوعين أخي الكريم، الرصد بشري ورصد غير بشري. يعني كلمة رصد بحد ذاتها هي ليست كلمة أنه تفهم منها أنه هي يعني كلمة مشؤومة أو كلمة يعني يراد بها السحر أو لا، هي صفة، هي هذا المكان مرصود. فما معنى مرصود؟ يعني معنى أنه ممنوع من الوصول الكنز المكنوز به، هذا هو المعنى. الرصد كلمة جامع لكل مانع، تجمع كل شيء، الحاجز، المانع، الحاجز الذي لا تستطيع أن تصل إلى الكنز، المانع الموضوع هنا، هذه كلها الكلمات تجمع كلمة رصد. مرصود أي هناك موانع موضوعة في هذا المكان حتى لا أحد يكتشفه ولا أحد يحفر ويأخذ هذا الكنز. وأخي الكريم، بالنسبة لمن لم يقرأ التاريخ، اقرأوا تاريخ اليونانيين والبيزنطيين حتى السريانيين والرومانيين، كان يستعينوا الحكام أو الملوك كثيرا ما يستعينون بالسحرة حتى في المعارك، كان عندهم السحر يعني هو الاعتماد عليه، وكان هناك مدارس تدرس للسحر وكان يعتمدوا عليه حتى في التكنيز عشان ما حدا يكشف الكنز، وكان يوضع يعني أشياء من السحر الأسود، يعني السحر المحظور والمؤذي، وكان كثيرا ما يعني معروفة في الكتب التاريخية القديمة. فيا أخي، كان القدامى بالنسبة لهيك أمور كان يعتمدوا في البادئ الأول على موضوع السحر والشعوذة وهكذا. الرصد البشري إخواني، إن رصد نوعين، رصد بشري ورصد غير بشري. الغير بشري بين قوسين، إما شياطين أو جان. طيب، الجان، هناك كثير من الأخوة لا يؤمنون أنه في جان موضوع في هذا المكان حتى يعني يحمي الكنز أو يحرس الكنز. من الأمور التي لم نراها إخواني الكرام، كثير من الأخوة لم يروا ولم يشاهدوا يعني أماكن قد تبدو طبيعية لك، لكن في الوهلة الأولى تبدو طبيعية، لكن المشكلة في أنك لن تستطيع الوصول إلى الكنز المكنوز به وتأكد أن فيه كنز، لكن الكنز يعني هناك موضوع عليه سحر أو جان حتى لا أحد يصل إليه. أشخاص كثيرة حفرت أماكن أخواني، أصيبت في الجنون، هذا ليس طبيعيا. يعني الله سبحانه وتعالى قال يعلمون الناس السحر، فشيء موجود لا تقول غير موجود، ولا تقول أنه قل يعني أنا لم أرى لم أشاهد، أنا غير موجود. فأنت يعني من عهد سيدنا سليمان حينما ظهر السحرة بشكل كبير جدا، الله سبحانه وتعالى قال يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فكان القدامى يستعينون جدا بهذه الأمور. إذن أن الرصد أخي بشري، راح نفسر البشري الآن، وأن الرصد هو غير بشري، ممكن يكون جان، ممكن يكون شيء يعني غير يعني من الأشياء المظلمة، من السحر والشعوذة، من الأشياء السيئة، يعني هذا هو الجان. والجان حينما طبعا يكون استخدام الجان في هذا الموضوع، والجان اللي يستخدم طريقته وبهذا الشكل برصد هذا المكان، فيكون مكان خطر إلا أن تفسده وتبطل هذا الرصد بالقرآن الكريم.
الرصد البشري إخواني، رصد بشري هو طبعا أسهل من رصد الجان. الرصد البشري هو عبارة عن أفخاخ، عن متاهات، حتى يتوه اللي عم يحفر واللي باحث مشان يطالع الدفين. فربما نتفق هي أفخاخ، هي مصائد، هي أشياء توضع لتمنعك من الوصول إلى الكنز إن كانت بشرية أو غير بشرية. فالرصد بحد ذاته أخي الكريم هو مانع، هو كلمة، ما معنى الرصد؟ الحاجز الذي سيمنعك من أن تصل إلى هذا المكان المكنوز. فقد يكون هذا المانع بشري وقد يكون غير بشري. إن كلمة رصد هي رصد، معنى الله سبحانه وتعالى فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني الرادع والمانع، يكون مانعا ورادع. فحينما نقول رصد أي موضوع فيه راصد مانع حارس حتى لا أحد يصل إلى هذا الكنز. فنحن نتحدث عن رصد بشري ورصد غير بشري. قلنا البشري يوضع في مواد، هناك مواد يعني كان مواد سامة يصنعوها بإيديهم ويضعوها على بعد ما يطمروا الدفين، بيحطوا هذه المواد حتى إذا أجى أحد بده يحاول يتسمم من رائحته ويموت خنق، مادة يعني رائحته سامة. ومن المصائد ومن المتاهات، يعني سمعتوا كثير عن كنوز فيها متاهات وأفخاخ وألغاز وإلى آخره، فكلها أخي الكريم تصب في منبع واحد وبنفس المعنى. إذن الرصد يعني كلمة عادية هي تعبر عن الشيء الموجود. في كثير ناس يعني يسمعوا بهذه الكلمة هذا شيء خرافي، هذا شيء لهو خرافي، ولا هو شيء موجود أخي الكريم. في كان قدامى عددنا كذا حضارة كان يستعملوا حتى في المعارك، حتى في كل شيء هذا السحر، حتى ما أحد يصل إلى كنوزهم. وأنت بنفس الوقت عندك القرآن الكريم هو الحل الأول والأمثل والأقوى من بين كل شيء. يعني ما تذهب إلى الشيخ عندك القرآن الكريم، لا تذهب إلى أحد أخي الكريم، اذهب إلى هذا الكتاب العظيم، فيه شفاء لكل شيء. شيء شفاء لكل شيء. والرصد البشري أخي عدة أشياء له حتى تبطله، يعني عندك الأفخاخ الموجودة والإشارات الموجودة والأشياء، وعندك الأساليب من الأجهزة والأساليب حتى إن شاء الله يعني كله يتيسر وتبطل هذا المانع أو المرصود الموضوع في هذا المكان المكنوز. في نهاية هذا الفيديو إخواني لا تنسوا دعمنا باللايك ومشاركة الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.